من معك من الظالمين والمعتدين. ستقفين بين يدي الله، سيحاسبك الله على كل فعلة فعلتيها لهذا الرجل. لماذا تؤذون المسلمين؟ أليس الله قال إن الدين عند الله الإسلام وأنتم تخدمون السحر كرها وانتقاما وحقدا وحسدا وعداوة؟ لا إله إلا الله. ألا تستحيين من الله الذي خلقك وقال ربي جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الله خلقك للعبادة، لماذا الظلم؟ لماذا الكره؟ لماذا الحقد؟ لكن كل موحد يحسد على توحيده، وكل مصلي يحسد على صلاته، وكل متزوج يخاف الله وقد تزوج مخافة من الله لكي لا يذهب للفساد، توسوسون له وتقتلون عانته. حينما يرى في الشارع الفتيات يرجع كما كان، وحينما يقترب من حلاله زوجه يفقد الشهية نهائيا. أليس هذا ظلم؟ أليس هذا هو الظلم؟ والظلم ظلمات يوم القيامة. لا إله إلا الله، توب إلى الله وقولي سأخرج بإذن الله، سأخرج بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. آخر قدام أعطيك السلام وأتخرجي طاعة لله، وإلا سأعذبك عذابا لم ترينه من قبل بإذن الله. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. السلام طاعة لله. ألقي السلام. الحمد لله. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد ترونها، وبسط الأرض والجبال تحتها، فقال ربي جل وعلا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.